جورجيا، وفي المصادر العربية القديمة بلاد الكرد، وفي اللغة التركية جورج. أما أهلها فسموا أنفسهم كارتلي، وسماهم الروس جروز. في القرن الخامس عشر نصرت البلاد بالكامل، وسميت جورجيا نسبة إلى القس سان جورج. يعود أهل الكرد إلى قبائل إيبيرية كانت تسكن جبال القوقاز، ثم جمعها اتحاد قبلي سمي شعب كارتلي. عرفت بلاد الكرد الإسلام مبكراً في عهد الخلافة الراشدة. أرسل عثمان بن عفان جيشاً بقيادة حبيب بن مسلمة، فعقد صلحاً مع أهلها سنة 25 هجرية، وأرسل الفقيه عبد الرحمن بن جزء ليعلمهم أصول الدين، فأزهر الإسلام في ربوعها وانتشرت المساجد، وقدم إليها العلماء من مكة والمدينة. وفي العهد العباسي صارت البلاد مقراً للإمارة، تنطلق منها جيوش المسلمين للفتوحات. تفليس أصغر من مدينة باب الأبواب، وعليها سوران من طين، ولها ثلاثة أبواب، وهي خصبة حصينة كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار، ويزيد رخاؤها على سائر البلدان، وهي ثغر جليل كثير الأعداء من كل جهة، وبها حمامات ماؤها سخين من غير نار. تميز أهل الكرد بطباعهم المسالمة، وكانوا أصحاب أدب وثقافة وعلم، يجلون علم الحديث ويكرمون أهله. عاشوا في كنف الإسلام ستة قرون كاملة، ثم سقطت بلادهم بيد النصارى، لكن العثمانيين فتحوها مجددا قبل أن تسقط بيد الروس عام 1783. وفي العهد السوفيتي تأسست جورجيا بحدودها الحالية، ثم استقلت عن الاتحاد عام 1991، واليوم يشكل المسلمون فيها نحو عشر السكان.